دوني. النحل يتناسخ، يتكاثر بالاستنساخ، يعني الملكة الأنثى تلد نحلا ذكرا من دون تلقيح، يعني بيضة غير ملقحة فيها 16 كروموزوم. طبعا أيها الأحبة، الذكر لديه 16 كروموزوم والأنثى لديها في الخلايا الجنسية 16 كروموزوم. اجتماع هذه الخلايا مع بعض عبر التلقيح يعطينا نطفة ملقحة أو بيضة ملقحة فيها 16 زوج من الكروموزومات. 16 زوج يعني يعطينا ماذا؟ يعطينا أنثى. 16 فرد من الكروموزومات يعطينا الذكر. هذه ظاهرة غريبة جدا. طبعا هم يقولون إن النحل طور هذه التقنية هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، النحل لا يستطيع أن يغير شيء، لكي يزيد من أعداده. فنحن هنا أود أن أتذكر معكم فقط أن هذا الرقم 16 الذي يقول عنه العلماء إنه رقم أساسي في عالم النحل، أحببت أن أتذكر معكم أن سورة النحل رقمها 16، وعدد آيات سورة النحل 16 في 8 يعني 128، وعدد كلمات سورة النحل أيضا من مضاعفات رقم 16، وموقع كلمة النحل في سورة النحل ما قبلها عدد من الكلمات هو من مضاعفات 16، ومن كلمة النحل لآخر السورة أيضا من مضاعفات 16. فسبحان الله، رب العالمين ركب كل شيء في هذه السورة العظيمة على رقم 16.